اصوات عندهم وش يا خاص بليل مساكين كيما انا كنت صغير كذلك يعني هذه نورمال يعني ككل سنه نشوف كاين اصوات وكاين يعني في مستوى ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. فاتح النجاح هو العمل والعمل بجد ويعني واحد كي حب المهنه بتاعه يعني ويكون عنده مستقبل فيها لازم يكون يعني كل عمل له كل الشغل له تعب. في ستار اكاديمي خلي نجمك يلمع. شاب خالد.